بسم الله الرحمن الرحيم. هنسجل مع بعض بقى بارت 3 اللي هو من هاو تو سول، ازاي نقدر نحل مسائل الشابتر الاولاني. هنا بيقول واير اوبي اومز لو اف ريزيستنس از كونستنت، يعني يكون ها في على اي اللي هي الار ايكوال في على اي اللي هي الار. ممكن تيجي مساله على الجزئيه دي، طبعا ممكن تيجي يديك مثلا الفولتج مثلا ب 20 فولت ويديك مثلا الكرنت ب 2 امبير ويديك مثلا ها ان الفولتج مثلا بقى ب 40 ها والكرنت مثلا بقى مثلا ها ب 6 امبير ويبتدي يقول لك ها هل الواير ده اوبي اور نوت اوبي. احنا اتكلمنا قبل كده ان الواير ها بيقول او اومز لو بيقول ايه، ان لازم الار تكون كونستنت والتمبريتشر تكون ايه كونستنت والفي تكون ايه ها دايركتلي مع الاي. دول الثلاث ايه نقط اللي اتكلمنا فيهم ها عشان يبقى الواير ماله ها اوبي اومز لو. وبالتالي تعالوا ها نتكلم مع بعض. هنا هنعمل كده، هنجيب الريزيستنس ها 20 اوفر 2 يعني كام 10 اوم، لكن هنا ها 40 ها على 6 يعني تقريبا تطلع كام، مش 10 اوم خالص، يعني 40 على 6 يعني 20 على 3. طب هل دي قد دي؟ هل دي ايكوال دي؟ طبعا ايه لا، يبقى كده الريزيستنس اختلفت وبالتالي نوت اوبي اومز لو، نوت اوبي اومز لو. دي فكره ازاي نعرف الواير ها اوبي ولا نوت اوبي. هنا بقى واير ولا اتنين واير؟ القانون بيقول ان ار بتساوي ها رو اي ال على اي، هيك مش حافظ غير ده. فمن هنا ها يبقى ار 1 على ار 2 ها بتساوي مين دايركتلي ها رو اي 1 رو اي 2 ها ال 1 ال 2 عشان دايركتلي ها اي 2 اي 1. ده مهم جدا، ده القانون. بعض المسائل بتيجي على واير واحد. يعني ايه واير واحد؟ يعني سلك ها ستريتشد ريفورمد ريشيبد ميلتد. هنا لازم اللينث والاريا يتغيروا، لان بالعقل يا جماعه كده لو عندي سلك اهو طول اهو اتشد يعني بقى كده، هو كده اللينث حصل له ايه؟ ها اللينث بتاعه حصل له ايه؟ زاد اهو طول اهو، لكن غصب عني وهو بيطول الاريا هيحصل لها ايه؟ ها هتقل. يبقى لازم مع تغير اللينث ها الاريا كمان ايه؟ تتغير. طب وتتغير بالايه؟ بالعكس. يعني مثلا افرض قال لك اللينث ها دبلد. لينث دبلد يعني ايه؟ اهو سلك اهو واللينث بتاعه زاد للضعف اهو دبلد اهو. طب ده ال1 وده ال2، كلمه دبلد يعني اتنين. طب مين اتنين من مين؟ في ناس كتير بتتلخبط وتعمل ال1 ايكوال 2 ال2. لا يا جماعه، دايما الرقم بيتحط جنب الصغير. يعني انت مش عارف تحط الرقم فين، فاكتب كده ها ال2 بتساوي ال1. ها والرقم يتحط جنب الصغير، مين الصغير؟ ها ال1 خلاص اهو. يبقى ال2 بتساوي كام؟ 2 ال1. هل اكتفي بكده؟ طبعا لا، تحت ال2 حط لي a2 وتحت ال1 حط لي a1 واعكس الرقم ده بدل ما هو مع ال1 خليه مع مين؟ مع a2. ليه يا مستر عملنا كده؟ لان ها الريزيستنس واللينث مالهم ها بيتغيروا عكس بعض. طب والريزستيفيتي؟ احنا قلنا قبل كده ان الريزستيفيتي ما بتعتمدش غير على ايه؟ ها الكايند اوف ماتيريال. طب هو السلك كان مصنوع مثلا من الكبر، لما طول كده وتشد بقى مصنوع برضه من الكبر، يعني نفس الماده. وبالتالي يبقى كلمه يا جماعه واير واحد، كلمه واير واحد معناها ان احنا نشيل الريزستيفيتي مع الريزستيفيتي. عوض معايا بقى ال2 ب2 ال1، انا هعوض اهو بالاسود. ال2 بتساوي كام؟ ها 2 اهو ها 2 ال1، هتروح ال1 مع ال1 ها A1 2 A2 A1 اهي ها 2 A2، فهتروح دي مع دي يبقى الريشيو كام؟ ها فوق مفيش حاجه 1 وتحت 2 باي 2 يبقى كام؟ 4. خلي بالك ما تنساش ان هنا في باي، يبقى الريشيو كام يا جماعه؟ 1 اوفر 4. الريشيو كام؟ 1 اوفر 4. طيب افرض مثلا قال لك ايه؟ ها واير كومبريزد يعني الضغط فالريديوس بتاعه ها increased 3 times. لازم اول حاجه بدل ما ادى الريديوس ها تحول الريديوس لاريا، وبعدين تعمل تغير حصل فين؟ ها في اللينث. طب القاعده بتقول ايه؟ من ريديوس لاريا اعمل سكويرنج. ليه؟ لان الاريا بتساوي ها باي ار سكوير. تعالوا نشوف مع بعض، هو قال increased ها 3 times، مين اللي increased radius؟ اروح انا على جنب كده ها راسم حاجه اهي ومالها زادت اهي. طب ها
مين اللي زاد radius؟ يبقى هنكتب هنا R1 ونكتب هنا R2. طب كم مرة؟ ثلاث مرات. احنا قلنا الرقم بيتحط جنب الصغير، يبقى ها يبقى R2 بتساوي 3 R1. تحت R2 ها A2، وتحت R1 ها A1، والتلاتة تبقى كام؟ تبقى 9. عرفت منين؟ عشان عملنا سكويرنج. طب ليه عملنا سكويرنج؟ عشان الاريا بتساوي باي ار سكوير، فلما نعمل سكويرنج هنا وسكويرنج هنا السكويرنج هيجي على التلاتة. طيب ها تحت ايه؟ A2 ها L2، وتحت A1 ها L1، والتسعة يحصل لها ايه؟ هتتعكس. وبالتالي يبقى ها نعوض بقى بالاتنين دول في القانون بتاعنا، R1 على R2 بتساوي ها L1 على L2، A2 على A1، resistivity 1 resistivity 2. هو طبعا نفس السلك، فدي تروح مع دي. تعالوا نعوض مع بعض كده ايه ها بالراحة. L1 بتسعة L2، L1 اهي بتسعة ها L2، هتروح L2 مع L2 ها A2 بتسعة A1، A2 اهي فوق اهي بتسعة A1، راح دي مع دي، يبقى الريشيو كام يا جماعة؟ ها 9 باي 9، يبقى ها 81 على 1، يبقى دي الريشيو بتاعتي خلاص. الكلام ده كله اللي انا عمال اقوله ده، لو قال لك في المسألة واير واحد يقول لك ايه واير؟ ايه واير؟ امال بقى لو قال ها تو وايرز، لو قال ايه يا جماعة؟ ها تو واير. اللي قال تو وايرز اللي هو قال عليه بس اللي ايه؟ يتكتب ها والتاني كونستنت. يعني ايه؟ بيقول لك تو وايرز، واحد كابر والتاني مثلا الومنيوم، ريزيستيفيتي الكابر دبل ريزيستيفيتي ها الالومنيوم، والريديوس بتاع الكابر 3 تايمز ريديوس ها الالومنيوم. قلنا ما بنحبش الريديوس، نخليه اريا، يبقى ها اريا الكابر بتساوي 9 اريا ها الالومنيوم. عايز هو ايه؟ عايز ريزيستنس الكابر على ريزيستنس الالومنيوم. نكتب مع بعض كده القانون، يبقى ها هتساوي ايه بقى؟ ها ريزيستيفيتي الكابر على ريزيستيفيتي ها الالومنيوم، في لينث الكابر على لينث مين؟ الالومنيوم، في ها اريا بالعكس بقى، يبقى الالومنيوم على اريا مين؟ ها الكابر. هل هو جاب سيره لينث هنا؟ لا. طب هل هنكتب هنا لينث كابر وهنا لينث الومنيوم ونعكس التسعه؟ لا، عشان دول كام واير؟ تو واير. ايه المشكله لما يكون في تو وايرز ها ليهم نفس اللينث اهم، لكن واحد تخين واحد رفيع؟ يبقى الاريا مختلفه لكن اللينث ايه؟ قد بعضيه، فهتروح مين؟ اللينث مع اللينث. هو قال بتاعه الكابر الريزستيفيتي 2 الومنيوم، اهي الكبر فين؟ اهي 2 ها الومنيوم، هتروح دي مع دي. طب ها اريا الكبر اللي هي دي تحت اهي 9 ها الومنيوم، هتروح الاريا دي مع الاريا دي، تطلع الريشيو كام بقى ان شاء الله؟ ها 2 على 9. يبقى هي دي يا جماعه مين؟ ها الريشيو اللي احنا كنا مستنيينها. يبقى لازم حضرتك تقرا المساله كويس وتشوف هما تو وايرز ولا واير. لو واير واحد لازم ها القاعده اهي تحت اهي، اهي يا جماعه من ريديوس لاريا تعمل سكوير. طب من اريا لينث او من لينث لاريا تعمل ايه؟ اعكس النمبر. انا كاتب لك اهو القاعده تحت اهي عشان تسجلها عندك فين؟ في الكشكول وتذاكرها على طول. ده لو واير واحد. طب لو اتنين واير اللي هو قال عليه بس يتعمل، قال لك ريديوس حوله لاريا واسكت، ما تحولش بقى اللينث. قال لك لينث بس ماشي، قال لك اريا ولينث مفيش مشكله، يبقى الاتنين اتغيروا، يبقى انت اللي هو بيقول عليه هو اللي انت ايه ها بتعمله.